سلامات سلامات. بس بس شوي 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 اطلع عيونك لا اطلع عيونك. كيف ضحك انت؟ لا ما في شيء ضحك. عمرك قاعد الاذى ها؟ لا 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 شوي 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 كفو والله كفو عشان تعرف ان المتن له فايده. اول مره اكتشف ان الوزن الزايد له فايده. بدوش بدوش منصدم انك فتحته. تحمس عليه تحمس عليه ما بشغلت ما شاء الله وزنك يمكن 80 طن. ما شاء الله عليك. يلا 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 فكه 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 فكه. كافو كافو يا ابو جبرانه كافو. هذا الرجاجيل هذا الفزعان كافو. اصبر 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 اصبر. نايمه نايمه في الارض نايمه قبل لا تركبه نايمه في الارض نايمه. تاكد في هواء ولا لا؟ في هواء ما ركب ولا في هواء بعد ما في هواء. وين الهواء؟ اضغط عليه زجران. وين الهواء؟ اضغط اضغط. خليني راح افك افك من السياره في الشمبانجه. فيك انت ما ايه 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 تركب ذا. انت ايش فيك اليوم انت؟ شوش فيه ما فيه شيء بعد شوش فيه بعد ناس سمذ بنركب السمير هذا اللي نعرف سمير مبنجر. يلا يا جماعة الخير خلاص شيل شيل الكفر شيل 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 ركب السيارة ركب السيارة ركب السيارة ركب السيارة. تلاشنا فيكم تلاشنا تلاشنا بلاش تلاش تلاش فينا بلاش تلاش تلاش فيكم تلاش فيكم. ودة ودة السيارة ودة يا حبيبي صلح واحد وبعدين يبغى راح صدى. رجع 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 ممكن يلا 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 عادي يلا. لا يا اخوي زجران ما يصير هالاسلوب. احنا جايين نفزع حق رفيجنا. اسفين انا اسف اسفين يا حبيبي اسفين. ركب الكفر ركبه ما يا اخوي زجران. خلاص يا حبيبي احنا جايين نخدم رفيجنا يبا. النور اللي يمر على الروح. يلا 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 خلاص عاد يلا يلا يلا. فلوسك فلوسك صالحه الكفر صالحه وانا اعطيك بعدين صالحه. شو تعطيني بعدين؟ نزل كفر نزله مو بكفو مو بكفو. اعطيك بعدين يا صالحه ما اعرف اطلع ما تعرف تطلع الفلوس. لا لا اصبر 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 اصبر. الرجال يشيل الكفر حقك وصالحه بعد